الرحمن الرحيم. أنا أحمد عبدالله عبد الرحيم، مدير التسويق والمبيعات بأكاديمية سوداتيل للاتصالات. أكاديمية سوداتيل للاتصالات هي أحد مراكز التميز التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات في المنطقة العربية. نحن انضممنا لهذه المنظومة في العام 2014. نحن نعنى ونعمل في بناء القدرات والتدريب بصورة متكاملة. هذه دعوة للندوة التي سوف تعقد في نيروبي بكينيا في 6 إلى 8 من سبتمبر 2016. سيشارك فيها مختصون وخبراء ووزراء في مجال بناء القدرات. ندعوكم للمشاركة في هذه الورشة بإذن الله. سودكاد وكل مراكز التميز ستكون حضور في هذه الندوة المهمة جدا، لذلك لا بد أن تكونوا حضوراً.